خفيف ومنجز وسهل وبسيط. الاصلي اللي مش اصلي، اللي مش اصلي هتلاقيه ما بينجزش معاكي، ما بيشيلش الشعر اصلا، ممكن يسبب لك الم ويسبب لك حساسيه. في الفيديو ده هنرد على سؤال من اسئله المتابعات اللي بتسالني، بتقول لي ثانيه واحده كده اقرا لكم السؤال. يا دكتور من فضلك انا عايزه وسيله لازاله الشعر من الوجه بدون الم، هو في حاجه اسمها كده؟ لا، كل طرق ازاله الشعر من الوجه بالم. لا، ما تسمعوش الكلام، في حاجه جديده وفي حاجات كتيره كويسه وهنقول لكم عنها ريفيو، وفي حاجات هنجربها معاكم وهتعرفوا حاجات كتيره في الفيديو ده. لايك سبسكرايب، اساليني في الكومنت على اللي انت عايزاه، او اساليني على لينكات التواصل. اساليني في الكومنت واساليني في لينكات التواصل هتلاقيني برد عليك. لو عايز سؤالك يطلع في فيديو ونجاوب عليه ونجرب المنتجات ونتكلم على المنتجات اللي ممكن تحل المشكله اللي عندك، اكتبه لي في الكومنتات وابعتيه لي على لينكات التواصل اللي موجوده في صندوق الوصف، اللي بنضغط على العنوان بنلاقي صندوق الوصف. تمام. الموضوع سهل جدا. طيب السؤال اللي كان بيقول انا عايزه ازاله شعر من الوجه بدون الم، بدون الم، بدون الم، هل في حاجه اسمها كده؟ طيب انا عايزه اشارككم حاجه كده كنت جايباها. مثلا عارفين مثلا انا لو كنت عايشه في زمن الخمسين او الستين كنت جبتها برضو، بس خدعت فيها وحاجه ما كانتش حلوه. فاكرين ازاله الشعر من الوجه بالفتله؟ بالفتله. فانا واحده من الناس ما كنتش بعرف اعمل بالفتله دي اللي هي بيعملوها في الكوافير والجو ده، فلقيت الجهاز ده، جهاز رهيب، نعمل زي البلوجر ده، مقص كده ومربوط فيه ال، ما انا مش هعمله عشان هو اصلا صعب جدا اصلا. بصوا سامعين الصوت اصلا؟ صوت هو فتله بيعمل لك نفس التقنيه بتاعه شد البشره او شد الفتله على البشره. الطريقه دي كانت بتعمل التهابات رهيبه جدا وبتعمل مشاكل كتيره جدا، وكنت بطلع من تحت ايد الكوافيره يعني وش متبهدل، وساعات كتيره كان بيحصل لي حبوب بس كنت بلاقي الوش نظيف. وفي طريقه الوكس، بس انا مش عندي الوكس حاليا، هو في البيت التاني مش عندي وكس حاليا. ساعات كنت بحبه لانه كان بيشيل كل حاجه، كان بيشيل وشي تقريبا، بس ده حاجه خطر على فكره ومش حاجه كويسه. حتى كمان بصوا يعني كنت جايباه اصلا ما تعرفيش تعملي البكره ديت هنا، ما اعرفش تتربط ازاي، دي عايزه لها نجار، والله عايزه لها نجار. غريبه، كانت طريقه غريبه بصراحه. فاحنا هنرمي الطريقه دي، انا كنت سايباها كده ايه عشان اقول لكم عنها ريفيو وحش، وانا هرميها في الزباله لان انا ما تنفعش معايا، وانا من الناس اللي ما بتتحملش الالم اصلا، وخلقي ضيق يعني. انتوا عارفين اللي متابعني في الكومنتات عارف ان انا خلقي ضيق، بعمل حاجه بسرعه وبنجز وعمليه جدا، ويعني بحاول ان انا يعني اخلص على طول بس بطريقه بيرفكت. الفكره بقى اعملي لايك لو فضل لحد هنا في الفيديو، اكتبي لي في الكومنتات رايك في الفيديو، رايك في الاضاءه، بحاول اظبط الاضاءه، رايك في اي حاجه، بحاول اظبط الدنيا يعني على قد ما اقدر، واكتبي لي سؤالك في الكومنتات عن اي حاجه تهمك في التجميل. طيب يعني ايه الممتاز بقى، اول حاجه الكينج بتاع النهارده هو جهاز فلاولس، هعمل لكم عنه ريفيو كامل وهشرحه لكم وازاي بيشتغل وازاي تلاقي نتيجه كويسه جدا معاه. وفي الحلقه الجايه هكلمكم عن المنتجات دي، هنعمل بيها ازاله للشعر برضو بطريقه تانية هتعجبكم جدا. جهاز فلاولس لازم تشتريه الاصلي، لما هتلاقيه رخيص في السعر يبقى ده معناه انه مش اصلي. انا اسفه جدا، ما تزعليش مني، بس يعني هو دايما غالي ثمنه فيه. هل ده معناه ان كل المنتجات اللي بتبيعها الشركه اللي انا بشتغل فيها غاليه؟ لا طبعا، في حاجات سعرها كويس وفي حاجات بيبقى عليها تخفيضات. عشان تعرفي الكلام ده ابعتي لللينك اللي في البايو. بحب العروسه، بحب الحلاوه اللي هي الشعر دي بس ما باكلهاش كتير، بحب الحلاوه اللي هي غزل البنات. مين بيحبها؟ مين بيحب غزل البنات؟ انا بحب غزل البنات قوي، وبحب اسمع صوت الزماره بتاعته. هو النهارده الجمعه كده والعيال بتلعب اصلا في الجرينه، وهيصه هيصه يعني، معلش يعني، بس قلت لازم اصور الفيديو ده عشان اجاوب على البنوته الجميله اللي بعتت لي عايزه ازاله للشعر من الوجه بدون الم. ده فعلا بدون الم. اقول لكم على حاجه، هو اصلا الناس كانت فاهمه غلط ان هو عامل زي الفتله كده، او عامل زي الملاقيط، او جهاز براون. انا هجيب لكم جهاز براون في الفيديوهات الجايه وهعمل لكم عنه ريفيو برضو، اللي انا كنت بستعمله زمان قبل بقى حوار الليزر وقبل الشيفنج وقبل الحاجات دي. في سؤال تاني جاي من المتابعه نرد عليه؟ لا يعني استنوا، لا نرد عليه الفيديو الجاي، نرد على السؤال الفيديو الجاي، عشان ايه السؤال ده في موضوع تاني خالص يخص الشعر، فاعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واسالوني في الكومنتات. المهم خلاص بقى، حاضر هجاوب عليك. اللي بتكتبي لي السؤال هجاوب عليكي والله. المهم جهاز فلاولس ده عشان تبقي فاهماه،
قبل ما تشتري اي حاجة سواء من الشركة عندنا او من اي مكان اونلاين او من اي مكان في العالم، تمام، لازم تكوني فاهمة المنتج كويس. ودي حاجة انا بحب ان انا اقدمها، انا شغفي اصلا في التجميل وخبرتي في الادوية والتجميل فترة كبيرة، مش عايزة اقعد اعيد وازيد في الكلام كتير، بس عشان تبقوا عارفيني الناس اللي تشوف الفيديو لاول مرة. الجو رطوبة قوي. المهم الجهاز ده احلى حاجة فيه انه خفيف قوي، خفيف ومنجز وسهل وبسيط. الاصلي اللي مش اصلي هتلاقيه ما بينجزش معاكي، ما بيشيلش الشعر اصلا، ممكن يسبب لك الم ويسبب لك حساسيه. زي ما قلت قبل كده في فيديو كان ليا واحده صاحبتي استخدمته واشترته من مكان اونلاين، والمكان ده اصلا ما تواصلوش معاها تاني. يعني عارفين بقولها وجرو، مش بقولها ولسه موجودين على النت وموجودين على اليوتيوب وموجودين على التيك توك والفيسبوك والانستا وكله والواتساب وكل حاجه، لا بقولها وجريو. يعني انا برضو كانت تجربتي مع حاجات كتيره ان انا اشتريت حاجات كتيره تجميل وهما ما عرفش عنهم حاجة تاني، بجد بيعملوا لي بلوك باين ولا او مش بلاقي الصفحة تاني اصلا اللي اشتريت منها. فده شكل الجهاز من جوه. ده طبعا شكل الجهاز من بره. عشان تشتري الاصلي اشتري من مكان موثوق، والحمد لله احنا في اللينك اللي بتبعته لنا، اللي بتبعت لنا على اللينك اللي في البايو او في صندوق الوصف، بنوصف لك المكان اللي موثوق منه اللي تقدر تشتري المنتج، او كمان بنبعت لك المنتج دايركت من غير اي زيادات بسعره الصح، تمام. الجهاز معاه البتاعة دي اللي هي وصلة الشاحن، يعني بتشحني بيها باليو اس بي عادي اللي هو الشاحن بتاع الموبايل عادي، سواء حتى لو ايفون برضو مفيش مشكلة. معاه الفرشة اللي هي يعني حتى بتيجي، يعني اللي مش اصلي ده فرشة بتبقى جاية مطبقة كده، ولا دي فرشة مظبوطة نظيفة شكلها حلو اهي. انا معاش الكاميرا بعيدة عني بس اهي دي الفرشة بلوجر اهي. بيوتي بلوجر شرفني طبعا اكون بيوتي بلوجر. دي حاجة جميلة على فكرة انك تكوني بيوتي بلوجر. جمال رب ان الله جميل ونحب الجمال. ادي شكل الجهاز اهو، ادي شكل الجهاز، خفيف جدا، وزنه خفيف وعامل زي قلم الروج، عسل كده وقمر كده، بتشحنيه وبيشتغل. انا مش هعمل دلوقتي عشان انا هعمل طرق تانية، يعني انا واحده من الناس مجرباه وبينجز معايا، بس انا حابه المره الجايه الفيديو الجاي اجهز بشرتي كده للشيفنج. انا عايزه اشيل زي طبقات الجلد الميت اللي موجوده. ده مش بيشيل طبقات الجلد الميت، ده بيشيل شعرايه فقط. شنب اعدادي بيشيل العبسه اللي هنا ديت، ما اعرفش اسمها عبسه ولا ايه، قولوا لي في الكومنتات. البتاع اللي هنا دي اللي بيبقى فيه شعر كده رخم فيها كده، يعني مهما عملت حواجبك او عملتي مايكرو بليدنج او حاجه بيظهر بقى كده، لا بتشيله. احلى حاجه فيها بقى الاضاءه دي. الاضاءه دي على فكره حلوه جدا، هي يعني مش هتبان هنا عشان الاضاءه هنا اكتر، بس ده صوته مش مزعج قوي يعني عادي، تمام. بيتمشي على بشرتك بشكل دائري لفوق عشان وشك ما يقعش منك مع الجاذبيه الارضيه، وبتمشيه على بشره نظيفه تكوني غسلها كويس. وانا برشح لك غسول انيو من ايفون، انا بستخدمه حاليا وبعد هستخدم حاجات تانية بعد كده برضو. انيو بستخدمه حاليا، غسول ورد اتكلمنا عنه، غسول لابلاج فيدي بس عشان الصوت، غسول لابلاج اتكلمنا عنه، في حاجات كتيره بس انا بستخدمه دلوقتي انيو عشان الحر اللي احنا فيه جل وكده. انا بحب الحاجات الكريميه في الشتاء عشان بشرتي بتبقى جافه لان بشرتي مختلطه، وفي الصيف بحب الجلات بقى، الجلات والفومات والغسولات اللي هي الجل والفوم والحاجات دي بتعجبني بصراحه في الصيف، وبتبقى خفيفه على البشره وبتشيل الزيوت والحاجات دي. فده حلو جدا مسافره بقى، رايحه تباتي عند مامتك، رايحه تباتي عند حماتك، شنب اعدادي ما يطلعش كده وحماتك تقول لك ايه الشنب ده. مسافره، رايحه مثلا مصيف، رايحه تشتي، رايحه رحله، حاجة هتنجز معاكي. بدل ما تعملي اي طريقة تانية، الطريقة الملعونة دي انا بسميها الطريقة الملعونة، ما بحبهاش. يعني انا ما بحبش طريقة الفتلة دي خالص، انا بحب الطريقتين دول، ده وده، عن تجربة الاتنين دول احلى طريقتين ممكن تجرب. بس دي ليها بصوا علبة، يعني دي انت مش محتاجة غير الغسول والمرطب بتاع البشرة والتونر، التونر والمرطب. التونر ده مثلا اهو، ممكن الثيرمال ووتر، ممكن انيو برضو بتاع ايفون برضو سعره كويس، ده غالي شوية، ده الروسي غالي شوية، لكن انيو ارخص شويه، يعني كنا عملنا عنه ريفيو قبل كده برضو. التونر بشرتك نظيفه تغسلي بالغسول، بشرتك نظيفه تغسلي بالغسول، تعملي حركه دائريه على الشعر الوبري وممكن شعر الصوابع كمان على فكره. يعني عايزه اقول لكم حاجه كويسه جدا، استنوا هنتكلم عن شعر الصوابع بس لما اقول لكم الخطوات. اول خطوه تغسلي كويس بشرتك بالغسول
اللي هو مناسب لبشرتك، بشرتك لو دهنيه او مختلطه انيو هيبقى كويس معاكي، سواء ده او الفوم ايفون جميل. بشرتك جافه ممكن ممكن لابلاج الورد وممكن لابلاج السنايل، حاجات كتيره تمام. بعد كده بتنشفي بشرتك بالسوفت تيشو او المنديل كده الطريقه دي كده، دي بشرتك بتتعاملي معاها بالراحه. وبعد كده بتعملي التونر. انا بقى يعني العلبه بتاعته اصلا يعني دي اصلا بتاع ايه الغطا بتاعها اتكسر مني، فانا عملت حركه ذكيه جدا، جبت بخاخ اصلا وعلبه بخاخ كده ورحت رشه، رحت عاملاه عشان اعرف ارشه اصلا، لما حلو بيبقى مترش قوي بيبقى احلى. وبتحطي التونر وبعد كده ينشف التونر تحطي المرطب الخاص بيكي، سواء فيتامين سي سيروم او اي مرطب. هنعمل مش موضوعنا، هنعمل ريفيوهات عن مرطبات تانية. فالجهاز بصراحة ممتاز جدا، منجز جدا، خفيف جدا، كيوت جدا، جميل جدا. اشتريه الاصلي، ما تستخسريش في بشرتك، ما تستخسريش في شعرك. لو حالتك المادية مش احسن حاجة ممكن بدل ما تشتري اي حاجة تحوشي. انا واحدة من الناس قبل ما ادخل الكلية ممكن ما كانش مصروفي يعني كبير قوي، يعني او ممكن ايام الكليه كمان يعني مع المحاضرات والمعامل والحاجات دي كلها كنا بتصرف كتير جدا، وممكن ماديتي ما كانتش زي ما اشتغلت مثلا في شركه ادويه، فكان ممكن يعني عشان استخدم قلم كحل مستحيل كنت استخدم قلم كحل من ابو 5 جنيه و10 جنيه، لا كنت ممكن احوش يعني احوش كذا مره واشتري مثلا قلم محترم حلو ب 100 جنيه مثلا، روج مثلا يعني ايام ما كنت في الكليه مثلا ب 50 70 جنيه، دلوقتي بيبقوا ب 300 و 200. فغسول مثلا لا ما اشتريش صابونه من 10 جنيه معلش مع احترامي، احوش يعني تحوشي تعملي يعني حاولي بشرتك وشعرك على الاقل استخدمي لهم الحاجات الكويسه حتى لو هتحوشي يعني. وبعدي عن الوصفات بليز، ابعدي بقى عن الوصفات والزقيق والزيت ودي، احنا هنا بنعمل وصفات بس بنعمل وصفات بشكل صح، تعرفي تاخدي منها فايده كويسه، تكون وصفه امنه، وصفه امنه يعني وصفه امنه لبشرتك، حاجه بسيطه. مش اروح اجيب كركم وزيت زيتون وزيت ليمون وزيت خل وزيت كمون ومحطهم على وشي، انا ممكن ده يعمل لي حساسيه، ممكن ده يغير بشرتي اصلا، ممكن ده يضر بشرتي. وعايز اقول لك على حاجه، مفيش ولا واحده في الدنيا من الدنيا كلها بيرفكت، مفيش حد نو وان از بيرفكت، كلنا بنحاول نبقى احلى شكل او احلى بشره او احلى شعر، لكن ممكن ربنا يكون خلقنا بطريقه معينه عايز شكلنا لوننا لون معين احنا ما كناش راضيين عنه. فحاولي ما تغيريش في خلقه ربنا لكن جمليها، ربنا جميل، ان الله جميل يحب الجمال، جمليها. نظفي بشرتك، نظفي شعرك، اغسلي شعرك، اعملي الحاجات دي كلها، واستخدمي الحاجات، مش هقول لك لازم تستخدمي الغاليه اللي ب 300 و600 و700 والافات، لا استخدمي الحاجه اللي في مقدرتك بس استخدمي الاصلي. كتير جدا انا عايز اقول لكم يعني اهو انتوا سمعتوا يعني كتير جدا كتير جدا جدا من الناس اللي بتتواصل معانا على الواتساب، انا استخدمت زيت وصفات مجموعه زيوت وشعري عمل قشره، انا استخدمت صابونه ولسه الحبوب موجوده، بستخدم صابونه من 30 جنيه ولسه الحبوب موجوده. حبيبتي انت بتروحي تجيبي من عند اي مطعم ولا اي محل حاجات غاليه جدا وممكن تصرفي غالي جدا على المطعم او الخروجات او كده، بتيجي عند بشرتك وشعرك وتستخسري ليه وتدوري على ارخص سعر ليه؟ ما انت ممكن فعلا حد يجيب لك ارخص سعر بس الحاجه مش اصليه، جايب العلبه كده ورسمها وطبعها وجايب الحاجه ومش واللي جوه مش موجود، زي بتاعت اوريجينال. انتوا ناسيين البنت بتاعت اوريجينال، حتى كمان مش بتقول اوريجينال يعني مع احترامي لاي تعليم، هي مش دكتوره ماشي مفيش مشكله، ومش والدكاتره دول مش احسن حاجه يعني مع احترامي كل الدكاتره، بس لما حتى يعني حتى قولي اوريجينال صح يعني، حتى يعني اوريجينال اوريجينال في ناس بتقول اوريجينال مفيش مشكله مش هنتريق عليهم، بس اوعي تقولي ان الحاجه دي اصليه وانت اصلا عارفه ان هي متعبيه، ولو مش متعبيه اكسبايرد يعني اكسبايرد يعني تاريخ صلاحيتها منتهي، او متهربه، ودي حاجه برضو مش صح ان انا استخدم حاجه متهربه، لان برضو ما انتش ضامنه اللي هرب البضاعه دي عمل لها حفظ في ظروف عامله ازاي وظروف معمليه عامله ازاي. واللي بيبعت لي يقول لي انا عايزه اعمل كريم تفتيح في البيت، حبيبتي انت هتعرفي تحطي الماده الحافظه بالشكل الصح؟ لازم تكوني دارسه، لازم تكوني دخلتي معمل وعارفه يعني ايه. معلش يعني في حاجات ديت يعني زي على راي ايمي تاتو كده، ادي العيش لخبازه ولو اكل نصه يعني ايه يعني حد يكون دارس كيميائي يعني كيميائي دكتور صيدلي
حاجات من دي علشان يقدر يوصف لك الحاجه الصح او يعمل لك الكريم الصح، والحاجات دي ما بتبقاش مكلفه قوي يعني. بس فانا يعني اتمنى ان الكلام يكون لمسك وعجبك. الفيديو لو عجبك عايزه تعملي لايك هيكون حاجه جميله جدا. اساليني في الكومنتات هرد عليكي. لما بتعملي شير ويوم ما بتعوزي تشتري ميك اب او سكين كير او الحاجات بتاعه البنات الجميله دي، حتى الاكسسوارات والحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها بنقدمها برضو، هعمل لكم ريفيوهات عن حاجات كتير. انا دكتور وبيوتي بلوجر، حابه الاثنين، دكتور وبيوتي بلوجر، ليا خبره اكتر من 10 سنين في الادويه والتجميل، وبيوتي بلوجر يعني بحب الحاجات بتاعه التجميل، الشنط والميك اب والحاجات بتاعه البنات، انا بحب كده. ومش حاجه عيب خالص ان انت تهتمي بالميك اب بتاعك والبرفيوم بتاعك واللوك بتاعك على قد ما تقدري عشان تبقي جميله لنفسك. فقولي لي رايك في الكومنتات. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو اكتبي لي اي حاجه، اكتبي تم، اكتبي شكرا، اكتبي اي حاجه. يعني اللي بيعمل لك اي حاجه في الدنيا بيبقى كويس قوي ان انت تعمل له امتنان او شكر. اكتبي اي حاجه في الكومنت، رايك، حتى لو رايك في اللوحه دي، هي مش كامله عشان دي لوحه حصريه فما ينفعش تشوفيها في كلها. بس ولما بتعملي شير، الشركه عندنا بتقدم ان لما بتكوني عميله متفاعله او متابعه متفاعله مع القنوات بتاعتنا، مع يعني لما بتطلبي مثلا مع اصحابك بيبقى عرض اصحاب، او حتى لو بتطلبي لوحدك بيبقى فيه تخفيض وهدايا كويسه ليكي. اتمنى الفيديو يعجبك، واشتري فلاولس الاصلي جميل جدا، والريفيو يعني حتى ريفيواته جميله، وعن يعني ريفيوات عملاء كتير جميل. وفي فلاولس كمان للجسم، كانت عميله عندنا متابعه محترمه جدا من الصعيد طلبته وفعلا جالها الاصلي، وهي عملت لنا ريفيو حلو جدا كمان عليه. هبقى ممكن احاول اجيب لكم الصوره هنا في الوصف، او هتلاقوها في القناه، هتلاقوا الاوردر نفسه بتغليفه. وعايز اقول لكم على حاجه كمان، لما بنوفر منتجات للعميل سواء ميك اب وسكين كير والحاجات دي، لما بنوفر لهم حاجات من دي بيحصل ان هو لازم بيتصور له المنتج قبل ما بيوصل، وفيديو كمان، فيديو كده يصور له المنتج قبل ما بيوصل والباكجينج وكل حاجه وازاي بيتغلف وهيوصله في قد ايه، وبنبعت له رقم شركه الشحن، وبيبقى حاجه مضمونه جدا علشان كده بيبقى واثق في الحاجه، والحاجه بتجيله 100% اوريجينال اوريجينال اوريجينال. شكرا لكم، سلام.